25 محطة وقود متنقلة مخصصة للمناطق النائية وأزيد من 80 خزانة وقود سيرغاز عالي الضغط تم تصنيعه لفائدة شركة نفطال وبإطارات جزائرية في وحدة صناعة الهياكل المعدنية والنحاسية. باش نوصلوا يعني 3000 ولا 3500 اللي قلنا هذه الوحدات المتنقلة باسكو بالخف هادو بالخف يوجدوا وسورتو نديرهم في الصحراء. اليوم لي سون دو كونفرسيون وحدات التحويل كاينين داير. اليوم كي تشوفي رانا في 80000 قريب 80000 كونفرسيون في هذا العام، دونك رانا وصلنا ل 80000 كاع ماشي غير النفط لا كاع اللي يديروا دونك اللي قلنا يكونوا لي ستاسيون واجدين. وقد قدر إنتاج الوحدة المصنعة بعشرين ألف طن سنويا وهي من بين الوحدات التابعة للمؤسسة الأم متعددة الخدمات. نشتغل في مجال البناء، في مجال لاغواليمونتير، يعني كل نحن في مجال المياه عندنا وحدات أخرى على مستوى العاصمة راهي تنتج في ليستاسيون دو تريتمون دو لو. هي منتوجات استراتيجية ستغني شركة نفطال عن استيرادها، وهذا بتصنيعها محليا وفي المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية العريقة.